يلا دبلي سوفايف سوفايف يلا يلا ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا النهارده عامله مفاجاه لادم وليان، جايبه لهم اتاري. هو الصراحه ادم اللي كان نفسه فيه جدا، فانا حبيت اعمل لهم مفاجاه. هما ما شافوهوش، فانا هدخل بيه واشوف رد فعلهم ايه. يا رب ينبسطوا ويكونوا فرحانين. قولوا لي في الكومنتات رد فعلهم. ما تنسوش الاشتراك ولايكات كتير. مين اللي كان نفسه فيه، ادم ولا ليان؟ ادم. ماما التلفزيون شكله مامي حبيبي دلوقتي احنا عند دلوقتي بتاعت التلفزيون وبتاعت دي. اصحابي عايزينكم تقولوا لي في الكومنتات جربوا هنا ولا في التلفزيون اللي هو ده، ولا هنا ولا هنا. هنا بالله عليكم اصحابي هنا. عايزه العب بيه. الحياه احنا ما بين حياه وموت. بابا شكله جدال. صافي هتطلع الكنز اللي هنا جوه. مش بلاي ستيشن 5، هو اتاري عادي. اخيرا لا اصحابي بابا ركبوا لنا انا صاحبي بدات ابصر فيه. بابا ركبوا لنا بعد كده نرجع تاني نوريك بقى الشاشه. ايه ده ايه ده بابا؟ ايه الفيشن؟ المكونات والقعده دي انا جبتها له عشان يعرف يقعد هنا كده عادي سلاما وامان. وانا مش راضي اقلبه ليه؟ ورقه دي ايه دي؟ ماما ايه الورقه دي؟ هنا يا اصحابي طبعا بنحاول نركبه في التلفزيون والتلفزيون شكله اصحابي احنا بنجربه نشغلوه. سامسونج هو سامسونج ده ملوش لازمه. ملوش لازمه انت ليه؟ ملوش لازمه. شفت اصحابي انا خبيث في التاني. انا هلعب معاه. لنهو ده لا ضرب فيهم ضرب اصحابي.
الكهرباء. اهي دي اصحابي. احنا دلوقتي خلصنا الفيديو. بصوا ماما هدية عشان ايه؟ عشان احنا كنا شاطرين وكنا ما بنزعلهاش ابدا، لحد لما جت اتفاجئت بالتاني واتفاجئت بشعري وكمان كانت مبسوطة، فهي جابت لنا ده مفاجأة. يلا باي، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مع حكايات أتومي ولولو. باي.